اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بك نجوى. مرحبا بك سميحه. نقول لهم مرحبا بهم معنا في حصه جديده من خبير بن بريم. اليوم كما عودناكم انا ونجوى راح نعمل لكم اشياء بزاف مليحه. نجوى اليوم واش راح نقدموا؟ اليوم حندير لهم تورته بالفستق والخوخ، وراح نعمل لكم مملحات وشربات. تفضلوا معنا. وجدتي لي زانغريديون تاعك نجوى؟ وجدت لي زانغريديون اليوم نسبقك. هذه التورته هي يعني كثير بنينه، هذه ناكد للمشاهدين بلي لا تخت تاع اليوم تورته خطاش بنينه. كي درتها عطيتها الذوق، بعث لها شويه الذوق عجبتك سيفا هي خلاص، قلت لها هكذايا ناولتها بالقهوه انايا. بالهنا والشفاء. شكرا. يلا ما نطولوش. بسم الله. هنا عندي 190 غرام فرينه، عندي 40 غرام مايزينا، هنا عندي سكر غلاس يعني على حسب الذوق، نقدر نروحو من 100 حتى 120. انا فضلت النقص. هنا عندي 80 غرام تاع سكر غلاس. زدتي نقصتي؟ زدت نقصت باش ما تجينيش حلوه. هنا عندي بودره اللوز، عبالك دوك لاباط كي نديرو لها بودره اللوز راهي تزيد في البنه. صح صح صح. هنا عندي بودره اللوز، عندي هنايا 30 غرام بودره اللوز، هنا عندي حبه بيض باش نطم بها العجينه تاعي، وما ننساش عيط الفانيليا. وما ننساش حاجه لازمش نساها، هي 130 غرام تاع مارغرين. 130 غرام تاع مارغرين. هنايا بوغ لاباط، وهنايا الكريمه اللي حنديروها هاد الكريمه حنزيدوا فيها الفستق، يعني فيها اللوز ونزيدوا لها شويه فستق. نقولوا للمشاهدين بالفستق كميه قليله، كميه جد قليله ماشي كيما يعني جد قليله. هنا عندي زوج حبات بيض، البيض هنا لازمش يكون كبير، يكون متوسط. هنا عندي 10 غرامات تاع فرينه، هنا عندي 30 غرام تاع بيستاش فقط، يعني حاجه قليله. هنا عندي عطر الفانيليا، ما ننساش عندي الزبده عندي 80 غرام. عندي 100 غرام تاع السكر، 100 غرام تاع السكر كريستاليزي، وهنا عندي 100 غرام دو بودغ داموند. 100 غرام دو بودغ داموند. اوكي. دونك اللوز كاين شويه في لاباط هذوك 30 غرام، وشويه في لافارس 100 غرام. وهنايا الاخت المشاهده اللي عندها لاباط بات يعني دو بيستاش ارون بيستاش، انا نقدروا نزيدوها في يعني في لاكريم تاعنا. داكوغ. اوكي. بصح لازم نخليو البيستاش. نخليو بيستاش ونخليوها ونزيدوها كوم يعني سا دون دوغو، يعني مد لاغوم يمد تانيك اللون. اللون كريمه هذيك يجي خضراء. داكوغ. نبداو سميحه؟ نبداو. دوك تي توزني لي لا مارغارين تاع لاباط، هي 130 غرام. داكوغ. نبداوها بيدنا سميحه. ديريها بيدك. ديرها انا. انا ما نديرش بيدي. نشوفوا المراحل كيفاش نحضروا لاباط تاعنا. عندي حبه بيض، قلت لي 130 130. هنا عندي سكر غلاس دائما لازم نخلوه. نقطعها لك. ديري كامل المقادير نجوى؟ كامل. لا الفرينه نخليها مع الاخيره، نخلي هنايا صفايه نسحقها. نزيد نوزن لك لا مارغارين لا فارس. واقيلا لا فارس. يلا نكملوا لاباط. نكملوا لاباط. يلا بسم الله. يعني نقدروا نديروها في الخلاطه عادي. سميحه دوك هي قاعده لا بودغ داموند، قاعده دوك نضيفهم اللوز المايزينا الفارينا لا بانسيت سيل. ديري نجوى لا بانسيت سيل وعيط الفانيليا. باش نقول اختي لازم تعجن بيدها، لازم لها معها يا اختها يا ها. نجي هكا شديفه تقول لها روحي روحي نديرو حاجه. مليح تكون اون بون امبيونس في المطبخ.
فوالا دوك زيدي لي مايزينا والفرن. دوك هنايا با دلوفور كاش الخميره احنا قلنا الفرينة لازم نهبوها ها سميحة هاي نطمت لي العجينة سميحة نعطيك بابي فيلم ايه وعطيني معك كوبات كوبات هاوليك ها تنطم لي سهلة ولا شفناها طرية سميحة ولا ما شفناهاش طرية كمان نشوف هنا العجينة تاعي راهي مليحة نقدر نستعملها داك هنا الحشو اللي حنديروه مع العجينه يطيب خضر في خضر يطيب خضر في خضر داكوغ هي مليحه هاد لي طاخت سميحه وي. خضر في خضر ونطيبوهم على جنب مالا نخلوها تبرد شويه نروح نديرو لافارس لافارس من بعدك نحلوها ونحطوها فوقها لا شاف اخت مشاهده شافت لاباط تاعها طريه لازم لها لو طون دو روبو يعني نص ساعه كما نقولوا حنا مينيموم سميحه وزني لي الزبده اها قلنا 80 غرام داكوغ ولهادي الغيسيبيون غيسيبيون راني نفقص هاد البيض فقستي بزاف البيض سميحه انتيا ها اللي خدم بزاف لا باتيسري اكيد من الاول كانت عندنا ميولات اللي يحب بزاف الخبز واللي يحب بزاف لا باتيسري فرونسيز واللي يحب العجين والطبخ والطبخ انا يعني الطبخ اكتشفته كما يقول لك بعد مرور سنين اكتشفت بلي نحب الطبخ كاين بزاف بنات يقولوا لي نحب الطبخ ما نحبوش نقول لهم خطاش طبخ انا نطبخو دائما بصح لو كان نطبخو مره في الغره كيما الكاطو نديروه في الاعياد والمناسبات نولو نحبوه صح بصح هي فوغ بوسيبل يكون عندها هذيك الموهبه موهبه في الطبخ صح سي ابخي ولا شتي كي يديروا لي فورماسيون كاع كي دخل اون كويزين عند السيده الام الكريمه تقول لي ياه ولا غير صح لا كويزين مليحه تما كي تكتشف انا هكذا صرات لي اكتشف روحها اكتشفت انا وحده اكتشفت روحي صح لا ناكد بلي يدك بنينه يدي بنينه اه يدك بنينه خطاش نحب البنين اني نشكر فيها على المباشر يلا شكون كيفاش تقول الام تاعنا شكون اللي تشكر هذا كلمات يعني الشعبي يقولوه بزاف شكون اللي يشكرك امك ولا المخيره في جارتك في جارتك خلاص دوك 100 غرام 100 غرام سكر سميحه 100 غرام سكر ما نكثروش الماء نعاودو نوزنو في لو ميم ريسيبيون تاع لا فاني هنايا في البيترا سميحه نديرو كلش كلش هنايا قلنا الفرينه تاعنا بودره اللوز شتي بودرة اللوز يعني حاجة قليلة نحطو لهنا كاين حاجة سامحة ما جبدناهاش خليناها في الفريجيدار هي عطر الفستق نجبدوه لك؟ ايه جبدوه انا نحطو دوكا هنا نخلط كلش هاولي والمشاهدين اللي عندهم لو باتور عندنا واش خدمنا بالباتور هنايا صح اللي عندهم لو باتور يعني بالفوي هذاك راهم يخلطوا ايتاب باغ ايتاب يعني يخلطوا الزبده والبيض الزبده والسكر بعد ذاك يزيدوا البيض حبه بحبه كي يطلع لهم ميلونج تاعهم يولي فاتح يولي بلونشات نزيدوا الفارينه واللوز يعني تو سكي اون بودر نزيدوه مع الاخر اوكي انا شحال ضيفي هادي نشوف فيها لي فورت نزيد غير شويه ونشوفو ما نساوش البيستاش سميحه بيستاش وي وصح كاع بالبيستاش صبحنا نقولهم فصدق 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 فوالا هاد الكريمه انا حبيتها خاطرش
شتي ما فين نشوفوا غير كريمه اللوز 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 اه. يعني البيستاش حاجه شويه جديده. صح صح. اه تمتم لا كولور جاتا. واو. نقول حنا يخل البيستاش لا ديكوراسيون بيستاش توجور نملطوه كيما نمطو اللوز نحلو القشره تاعو علاش باش يجينا اللون تاعو اخضر واحلى واربع. فستق هو فستق حلبي حلبي. نخملو هنا شويه ونحلو الكريمه تاعنا. هنا يا اخوان المشاهدين هنا عندي الخوخ. الخوخ انا استعملته اون سيرو مع تاع مصبر. وعلاش استعملته اون سيرو؟ خاطرش عندي لا كولور هذيك سميحه. واش عندي لا كولور ونقدر نستعمل الخوخ جديد كيما نشريه نستعمله. فوالا خيك. حبات خوخ بصح ما تحصلوش على هذا اللون يعني يكون شويه ابيض عليه. ما تحصلوش هذا اللون. يعني انايا جربتها ما جاتنيش اللون اللي كنت حاباته يعني هذاك هذا الاورانج البرتقالي. هادو هما ليمون جوا. هادو هما ليمون. هاي لاباط تاعنا ريحت. نشوف الكريمه تاعنا. شوفي سامح نزيد لها شويه برك. يعني اللي حبت اللي ما تحبش هذا العطر هذا تقدر تستغنى عنه سامحه. يعني تخلي غير لي بيستاش هكذاك ما دير ني كولوني والو. نخلطوها شويه. هنا ما خلينا لهاش وقت بزاف باش تريح نجوي اخي. خلينا لهاش وقت اه. قد ما حنخلو لها وقت باش يعني دو ديتونت اباط سو ديتون بيان خاطرش كاين الكريمه سميحه. الكريمه تاعنا وجدت وانا نشوف فيها فوالا. جو سولاف هكذا شويه لي باغوا ندخلهم مليح خاطرش لو كان هكذا بالحلال ومدها يجوني قصار قصار اه. ومن بعدك شي اوبليجي نعاود نطيهم بعد بعد ما تجيني الشابه. بعد ما تجيني الشابه هكذا تخي بيل كولور فريمون. انا عندي مشكل مع الالوان يا سميحه نحب الالوان. شكرا. الله. وهذه اللي قعدت لنا سميحه ومن نكملوها نديروا بها هادو ما صغار. ايه. انا دوكا نحط كريمه تاعي نقدر ندير دون اون بوش ها سميحه. وي. ونديرها. بصح لي فاسيل هاي تاعي. لي فاسيل باسكو عندي المساحه هنا كبيره. ايه. بصح خلي لي وحده ولا ديريها كامل. تجي قيسها. هذه تجي قيسها. اه داكوغ. هاد الكريمه لازم تخلط بيان. تا سميحه ما فيهاش لا لوفيغ انا نشوفو. لا با لوفيغ هادي لازم تتخلط مليح. بصح راح تتنفخ شفتها. راح تتنفخ. نخلي والو ما نخلي والو نستعمل كلش. نخلو والو ها سامحه. هاكي تفضلي سي بون سامحة. ايه نجيب لك موس انتي شوفي. هاد الطرطة
يعني ماشي لازم نعمروها. نديرو ديكور خطاش فيها الكريمه. دونك هكذا دو باغي دوطخ نزربعو شويه ل فوالا سي بون سي بون. هكذا كبر ما لازمش نعمروها. داكوغ بس خلاص. شوفي واش ندير لهم. نعبزهم شويه هكذا باش يدخلونا الداخل. داكوغ سي بون. خلاص طيبوها. حنا كنا ديكوري هكذا المشاهدين يقدروا ثاني يعمروها. انا ما نعمرهاش مش ما تجينيش الداخل، يعني هاد الكريمه تقدر تطلع لي بيان يعني داخل خفيفه. حنا نطيبوها 180 على درجه 180 درجه مده 15 الى 20 دقيقه، يعني راح تاخذ شويه وقت الطياب. بصح هادو ما صغار سامحه ما حش ياخذوا وقت، ربع ساعه ما يطيبوا لنا. ولا شافت الاخت الكريمه خافتها لا طاحت ولا شافتها الداخل خافتها تقعد خضره توجور لو بيك لو بي جو بيك الوسطى، لازم بيكي الوسط باسكو وين ما تلحقلوش الحراره. بصح بيكي الوسط طيب. وين فين كوش الطيب سي بون. هادو سامحه هايله. هيا مال مازال من بعد نشوفوها. بعد نشوفو هنا للتزيين عندي لا جولي والبيستاش. بعد ما طيب اعزائي المشاهدين، بعد ما طيب الطورطه تاعنا هكذاك سخونه ندير لها لا جولي ونديكوروها بالبيستاش وان بو دو سكر غلاس. ان شاء الله رانا نشوفوها في الطاوله مع في طبق التقديم. داكو سميحه حنا نروحوا فاصل. نروحوا فاصل ونواصل مع سميحه. عدنا لكم مشاهدينا، كما راكم تشوفوا التورته اللي عملتها لنا نجوى جد شهيه. نجوى خليك تتكلمي عليها. التورته درناها رانا نشوفوا هنايا لا كريم لا بات اللي درناها كيف كيف، انا فونسيناها درنا لا كريم تاعنا بالفستق وديكوريناها نشبحناها بالخوخ كما رانا نشوف هنايا. اكيد تشوفي التورته الكبيره هاي ليك والصغيره هاي ليك اللي تحبها. يعني هو الشام تاعها كاع راهو كي نحلوا الحبه وناكلوها على الانتيغيور بالداخل. يعطيك الصحه نجوى. الله يسلمك. وهنا زينتها باللي سوريس كونفيت قطعتهم صغار. زادت لمسه. زادت لمسه صح. لمسه عصريه صح. يعطيك الصحه. الله يسلمك سميحه. مشاهدينا نقولكم بعد قليل مع سميحه. عدنا لكم مشاهدينا مع وصفة سميحة. إذا مشاهدينا راح نقدم لكم الآن وصفة اللي متكونة من لي سابلي سالي، سابلي مملح. سابلي مملح. نعطي لهم العجينة تاع سابلي مملح، وكذلك لا غارنيتور الكريمة. الكريمة اللي هي كريمة بالفخوماج بالجبن. وكذلك حنعملوا شربات. شربات تاع البيتا. أنت اليوم حتضيفينا. حنضيفكم اليوم إن شاء الله. الوغ هنا نروحوا للعجينه. العجينه واش فيها؟ عندي 100 غرام فرينه. 100 غرام فرينه. ايه 100 غرام هنا جبنه ليمونتال نقدر نعوضها بالقوده. لا كان ما عنديش ليمونتال. ليمونتال. ايه اونيكمون غير القوده. اونيكمون القوده بصح هنا سي ليمونتال. هنا ليمونتال. وشنو الذوق يتبدل؟ راني يتباع شفت ليمونتال مرحي يتباع. خلاص عندي. هذا هو. نحتاج الى ملعقه اكل كريمه طازجه. نحتاج كما نقولوا حنا العكري. العكري ماشي حاره. ماشي حاره. بابريكا. ونحتاج كذلك الى 100 غرام تاع مارغارين. هذه لاباط تاعنا. 100 غرام مارغارين، 100 غرام فرينه، 100 غرام جبنه ليمونتال. وصفه سهله. وصفه سهله بابريكا وملعقه كبيره تاع كريمه طازجه. اكيد شويه ملح. ما نكثروش باسكو عندنا الفرماج على بالك مالح. هذه بالنسبه للعجينه. نروحوا بالنسبه للكريمه. الكريمه واش فيها؟ كذلك المقادير سهله. عندي 50 غرام هنا جبنه البارميزان.
بارميزان هنا عندنا 50 غرام جبنة بارميزان، 50 غرام مايزينا، عندي 50 غرام هنا جبنة طرية عادية، فروماج فوندو كما قلنا حنا، واحدة صفر بيض، واحد صفر بيض ونص ريت الحليب. هنا نحتاج إلى فلفل كحل وملح وقليل من جوز الطيب، قليل غولفي شويه لوكو فوالا. هذه بالنسبه للمملحات تاعي تاع اليوم، ومن بعد نجوزوا للشربات نعم باش ما نخلطوش مشاهدينا، ومن بعد حنعطي لهم لاوسات تاع الشربات. ايه الوغ لاباط نجوا باش تعبي تعجني بيدك بزاف، جبد لنا ريسيبيون نحطوا فيه الفارينه، الجبن، ليمونتال، لو بور، وزننا 100 غرام. هاد لاباط عجبتني بزاف سميحة، طاش سهلة باش نحفظوها. صح، هاكي كوتو. شكرا. دونك هنا راح نحط الفارينة، راهي منخولة من قبل خلطها، نحط لو فروماج، هنا لي صابلي راح يجو لاباط يعني بزاف هشة هشة وفيها ذوق تاع الجبن كثير. وعلى بالكم شويه بابريكا، سميحه تانيك الفرماج كي يطيب يمد لده واحده اخرى. بابريكا عملت ملعقه تاع ملعقه صغيره كيما راكم تشوفوها قهوه، ما نعمرهاش بزاف. وعلاش هذا يعطي لك الذوق؟ ايه سوا سوا 100 غرام 100 غرام ايه قطعوا لي هنايا. ثاني راح ندير ملعقه تاع كريم فريش. بابريكا قلتي للذوق واللون؟ ايه شويه برك نديرو شويه ملح. ثاني قلتي لنا ملح شويه برك. مزيتش ناس هنا عندنا دي مول كيما راكي تشوفي. هاد المملحات بيسك لا بات يعني لي كونسيستونت صح، والكريمه ان شاء الله راح نديروها ثاني. ماذا بينا هاد المملحات ما يكونوش بزاف كبار، لي صابلي صالي تاعي ما يكونوش بزاف كبار، يكونوا نقدر نعملهم متوسطين ونقدر نعملهم دي بوشي. ملاح لي بوشي اه باش ما نجيبوش خبر فوالا ناكلو حبه اثنين ثلاثه. دونك هنا نخلي هادو باش نعمل بهم، نجيب شويه فرينه نجيب اللون او بدا يبان اللون تاع العجينه. هنا هاد لي صابلي من الاحسن دوك نطم لاباط تاعي بشويه بشويه، راح نحلها ندير بلون بورت بياس في سنيوه، ومن بعد نخليهم يرتاحوا في السنيوه في صينيه الفرن، نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد الساعه باش نطيبهم. وعلاش هادشي كامل؟ باش يحافظوا على الشكل تاعهم. على الشكل تاعهم صح. اي نطلطم لك نجوا. اي نطمت لي تخي بيان. شوفي. تخي بيان. هنا لاباط تاع لي صابلي نحلها، نروح نعمل كريمة الجبن. كريمة الجبن هذه صح اللي ام تي بو ايكونوميك، كنت قادرة يعني نقدروا نشتريو من السوق الجبن اللي بكريمه طازجه ونخدموا به صح، نحطوه دون دي بوش ونديكوريو به ثاني. وهذه اللي بلوز ايكونوميك نعملها في البيت. انا نشوفوا هنا مشاهدينا لاباط شوفي كيفاش. اه يعني سهله، عجبتك نحيها من يدك يلا حطيها راني نلعب بها. فوالا نجبدها ريسيبيون اللي قلنا فيه نحطوا كامل لي زانغريديون. الوغ 50 غرام مايزينا، 50 غرام بارميزون، جوا كتكملي حلي لنا العجين، الفرماج، نزيد نحتاج صفار بيضة، البلون دوف نسحقو نجوا نخليه لكم بعد شوف واش نديرو به. نجوا تقريبا 1 سنتيمتر با بلوس لا بلا بتي با ترو. نبي معايا
الحليب. يجوعلين شويه سامحة. ها؟ يجوعلين شويه. يجوعلين شويه. نجيب فوي. سدي هبطي هبطي شويه. ها كل حقتي يجي هكذاك. هاك تشمي الريحه تاع طابزون. اني نشم كلتيني بروايح. انت لازم لي خدمه هذا يكونش جيعان. كوش جيعان بزاف. جوعي روحك باش من بعد تاكلي مليح. هذا. الوغ. نحطوها فوق الفرن. ايه. ونطيبوها. روحي طيبيها معلا. هكذا. دونك هنا. نحط شويه برك. يعني عجينة متماسكة سهلة نطبعوها هكذا. نزيد بهذا قلنا ونقدروا نديروهم شوية صغار. رائحة البارميزان اللي دايره حالة سميحة. وي بارميزان هكذا. الوغ انا هادو ما حبيت ندير لهم نعملهم ديكور نجو ما نخليهمش هكذا. هاد لي فون دو سابلي يعني قبل ما يطيبوا ديكور. قبل ما يطيبوا وبعد ما يطيبوا ديكور. وي هنا شبح لي سابلي تاعهم في شتي لي سابلي سكري. تزيد لهم لي زامون دي فيلي تزيد لهم لو سكر غلاش بيستاش لا جولي افيك دي كولور المعجون هذو كامل يزيدوا في لي سابلي باش يعطوا لهم نو سيلمون ذوق ويعطوا لهم ثاني شكل والوان. دونك هنا كيما راكي تشوفي ناخذ البلون دو. هنا عندي سمسم وعندي لي غراند بافو. هنا بالك لي غراند بافو ماشي كامل ربة البيت اللي عندها في البيت تاعها باسكو ما يتبعوش كثير في الاسواق. نقدر نعوضها بالججلان ولا سانوج. سانوج صح كان لون اكحل في السانوج. اه ما نكثروش برك منه. نقدروا سميحه نرحو شويه نرحو شويه سانوج ونخدموا به. فوالا دونك هنا شوفي كيفاش. وعلاش باش هاد لو بورتو من بعد كيبان لنا هكذا. هنا سا دون دو غو اي سي بو. هاكي تشاهي فيه هنا سميحة. هنا شوفي درتهم شوية خشان لازم لهم وقت شوية زيادة باش يطيبوا. باش يطيبوا. ولا حبينا نديروهم رقاق وحدة فوق وحدة وفوغي بالفرماج نقدروا. وي نقدروا. فوالا. نقدروا نديروهم على كوم دي سالي. ها؟ بيان سور. هنا اللي كان الأخت المشاهدة ما صابتش لو بارميزون. نقدر نعوضو بان اوت فرماج سي با ماشي ان اوت فرماج. نقدر نضيف كميه تاع الفرماج فوندو ديجا ونقدر نعوضو بان اوت فرماج. نجو لازم ملح الطيبه وتولي لنا ليس باش نضيف لها 100 غرام تاع زبده. اوكي او مارغارين كيما حبيت. الو دوكا نزيد لك فيها الملح وفلفل الكحل. شوفي سميحة نورمالمون خلاص. خلاص تخي بيان بارفي. نزيد لك الملح نجوى. ريحة بزاف بنينة شاهدينا. فيها 100 غرام نجوى تقريبا. اروح تشم ما يروح 100 غرام دو بور. تحبي شويه حار؟ شويه لازم شي حلقنيه. لا 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 خفيف خفيف ماشي هاي خلاص. دونك هادو ما راح نطيبوهم كوم دي سابلي كيما لي سابلي سكري اللي ما فين نطيبوهم في البيت.
داكور هذه نحطوها في ريسيبيون ولا زبده سميحه ايه نديرها الزبده اوكي 100 غرام دو بيغ وزني 100 غرام دو بيغ حطها في ريسيبيون فيلمي ونحطوها تبرد نحطهم هادو يطيبوا هنا درجه الحراره تاع لي سابلي تكون ما بين 150 حتى 170 سا ديبون دي فورا 150 الا كان ان فور شو 150 الا كان ان فور كي ني با ترو شو نديروهم حتى 170 يطيبونا تقريبا ربع ساعه فوالا نورمالمون هادو يطيبوهم بدون اي مشكل هنا سميحه آه. خلطي مليح سي بون هذا كملنا به كملنا به اها 100 غرام دونك لي سابلي راهم يطيبوا لا كريم رانا درناها نقدر نعاود نجبد لي سابلي اللي طيبتهم من قبل ولا كريم ثاني اللي طيبتها من قبل وخليتها تبرد في الثلاجه باش ندوزو للديكور باش ندوزو للديكور هنا بالك الكميه تاع الزبده مشاهدينا راهم يشوفوا فيها يعني بزاف كبيره صح. 100 غرام مي ما يحسولهاش في هذه الكريمه وعلاش لانه دوكا نحطها في الفريجيدير سافا فيجي راح نوصل هذا ال 100 غرام تاع الزبده راح تشد روحها باش نقدر نعمل دي غوزاس وراح تزيد لها في الذوق شفتوا لا كريم لي بيان ليسا ما فيهاش براكس فيها كميه قليله تاع المايزينا 50 غرام فقط في نص لتر الحليب فقط نغطيها سميحه اي غطيها كونتاكت غطيها نخلوها شويه تبرد على الاكستيريون باش نحطوها في الثلاجه دقتيها هنجيب لك موافه دوقيها اه دوك ندق دوقيها هيا دوقيها شوفي واش خصها باش نزيد لها الملح ولا نقدر نعملها جوز الطيب اللي يحب الذوق تاع جوز الطيب يديرو اللي ما يحبوش ما يديروش بنينه ما نزيدلهاش ملح خلاص يا لو غو تاع الدوغ تاع البارميزون اون لو سون اه نحسو به ديجا اي لي فور لو بارميزون دونك راهي منكها مليح يعني اه دونك كي تحطيها تجبدي لي هذيك اللي راهي في الفرن كان حاجه نسيتها قلتي لي اون كونتاكت سي صح معناتها لازم يلمس لا كريم باش ما ديرناش لا كروت سي صا سميحه وي هاهم لك لي طابولي كيما اللي عملناهم شوفي بالتدقيق ما شاء الله شوف. حطها هنا ايه ونخليها تبرد شويه نجبدوا لي زو د لامب طوماط سيريز الديكور ايه الديكور شويه كورنيشون عندنا لي زيشالوت تاني دي كوب دو فروماج راني نشوف الالوان ما شاء الله وي هكذا دونك هنا نحط كلش قدامي ونبدا نتفنن وريهم مشاهد ايه وريهم كيفاش لا كريم شدت روحها نجبد اون بوش اون بوتيت كويير اون غران كويير بلوتو مغرفه اكل فوالا عمريها لنا اون فا فيغ دي غوزاس هكذا يعني شدت روحها مليحه يعني انايا اون جينيرال لي كريم لي نديروهم اون كويزين سي ا باس دو روبلان سيتير دو فارين و هذه كيفيه يعني جديده سهله دابيتود كي صوص مورني بيشاميل سي ان روبلان نديروه زبده مع الفارينه باش نزيدو الحليب هذه بلا ما يزيدنا يعني فكره جديده شوفي ناكلو مليح اه ناكلو مليح ناكلو مليح سميحة. ناكلو بيان. ناكلو مليح ان شاء الله ناكلو مليح فوالا انا لو سابلي لي اسي كونسيستون دونك ديجا لازم ندير كريمه شوفي سابلي راهو شويه خشين الكريمه لازم نديرها شويه لو كان درت كريمه قليله حيجيني ناشف كي ناكلو ما نحش بالكريمه فوالا يعني ما يحبش اللي ما يحبش كريمه هكذا تبان ايه نديرو هذه مع هذه هالك صغار ولصقوهم بهاد الكريمه
نديرو الزوز صغار. شوفي هكذا بيتيت بورسيون. ونقدروا نلصقوا هذه مع هذه، نقدروا نلصقوا في حاله ان ما درتوش خشين، لازم يكون رقيق. زوج رقاق فوالا. دونك نحطوا هادو بجيه، نحطوا هادو بجيه. الان جوزو الديكور، نجوزو الديكور. الو هادي اللي احتاجيتيها هي هنا. غرفه صغيره، غرفه صغيره ومستقله. تفضلي نزيد لك شويه لي في تاع بيرسيل، معدنوس معدنوس، ونسحقوا لي في تاع السيبولات. الوغ هنا انا نحط لك هنا وانت يا خيري سميحه. دون جينيرال سمحي تناولوا مع حاجه فريش، ان جو ولا ايه نعملوا الشربات. قلنا لهم بلي نعطي لكم لا غوسيت تاع الشربات، دوك نكملوا هادو. فوالا هنا ممكن نعمل هكذا، نعطيك سيبولات. سيبولات المعدنوس اكيد انهم كامل عندهم المعدنوس. هادي نحيتها صباحها. حيتها من كاين حبق تحبين ندلكا؟ ايه ممكن نعملو في الديكور النهائي هكذا. نديرو شويه نجوف شويه بابريكا. جيبي شويه بابريكا اللون اللون. سي بون. دونك هنا ديجا هكذا شوفي الفيزوال ديجا يا دي كولور سي بو. دوك واش قعدنا هاد لي بيك نجوا نقسموا هاد الكورنيشون، هاد الخيار مخلل حبه اون بوتيت طوماط سيريز مع شالوت. فوالا مع اون شالوت ونديرهم في البيك. هادو جي لي بريزونت معاهم. فوالا تري بيان. ماشي جوعتيني سميحه. شوفي معايا هكذا. وي نديرو هكذا واحد دلك. ايه ها هي خلاص بيتيت طوماط. الطوماط هادي شويه كبيره. هادي راهي بيغا وماشي سوريس. نعملها فوالا ديكور. هاد لي زيشالوت نلقاوهم يعني يتباعو بزاف، نحبوا نشروهم ابارك نديروهم في لا سالاد ايتو، بصح في لي بيك يعني سا 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 دون زيد حاجه واحده اخرى. وي فوالا فوالا عندنا الاخضر الاحمر وابيض. وشنو علم الجزائر؟ علم الجزائر. علم بلادي. وسي نقدر ندير دي كوب. شتو هاد لي كوب دو فرماج تاني بما انه يعني لا غوسيت لوصا فيها كثير من الفرماج. فوالا الو حنا دوكا بدون اطاله رايحين نديرو الشربات. تبعوا معنا مشاهدينا، شربات سهله وهيله وبنينه. روحي شوفي نجوا نتبادلو. جيبي نديرو لهم دغزاج لاردواز. وي شوفي معايا تطلم شويه اخضر. نزيد لك وحده ولا خلاص؟ خلاص سي بون خلاص سي بون يكفو. الوغ
تبع معايا لا روسيت تاع الشربات نجوى. جيب لي هذاك الطاس الكبير نجوى ستوبلي. نحطو هنا. راني نشوف فيها هي تبان سهله سميحه. الشربات؟ اه هايله. الوغ عندي طاس. عندي وزن الميزان شوفي شوفي ولي نجوى. هاوليك. اه. عندي 100 غرام حليب. 100 غرام حليب سائل. 100 غرام حليب سائل هذا موزون نحطو. نزيد 100 غرام عصير ليمون. هنا 100 غرام عصير ليمون ممكن نروح حتى ل 120 غرام عصير ليمون. عندي تقريب زوج ملعقات تاع مزهر. هذه شربات تفطن. ايه نورمالمون. ذوق المزهر جديد. ايه عندي لو زيست تاع دو سيترون. مبشور. نعم انت حنا كنا نحلو القارص لازم نحلو قبل ما نعصو لازم نحلو لو زيست. فوالا. وعندي نقية هذه. عندي ملعقة تاع ليكستخي دو فاني. عيط الفانيلا. ايه. وعندي كذلك 150 غرام سكر. 150 غرام سكر. الو حليه ولي تشوفين وزن ديراكتومون هنايا. اوكي تفضلي. فوالا. فوالا. نزيد ريت لاما. ان ليتر دو. سوا سوا تري بيان. دونك جيبي لي هذيك لا ماريز اللي نجوى هذيك الزرقاء الملعقه هذيك هذيك فوالا هذيك هذه نحرك مليح. هنا نحرك مليح نحرك مليح ونخليها ترتاح من بعد باش نصفيها من لو زيست. تخلي هذاك لو زيست يطلق لداخل فيها يسو ماسير في هذه الشربات هذه. نقدروا نخلوها دومي جورني ولا نقدروا نخلوها يعني تجونا ديال فعشيه نديروها الصباح. اه. و فوالا نجو عطيني نعطيك الذوقي تشوفي قولي لنا ولا مليح ولا لا. لا هاك ذوقي تشوفي. بسم الله ان شاء الله شهيكم بالجنه. بسم الله بنينه دينا خلاص خير من تبع في السوق بنين. مشاهدينا نقول لكم احنا هذه الشربه حطها في الثلاجه ومن بعد نصفيها كما قلت لكم ونتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا رانا لحقنا لنهايه الحصه كما راكم تشوفوا الطاوله فيها المملحات اللي عملناهم مع بعض اللي كان عباره عن سابلي كذلك مع كريمه الجبن اللي احنا استمتعنا وعملناهم مع بعض نجوى مع بعض ودرنا ديكور. ايه وعملنا كذلك شربات اللي نجوى ذاقتها في الكوليس وعجبتها. يعطيك الصحه. يسلمك. مينات تسلم ايديك. يسلمك يعيشك. ان شاء الله يكونوا مشاهدينا خداو الوصفه ويجربوها وينجحوا فيها ونقول لهم تلاقوا في حصه مقبله ان شاء الله. ابقوا اوفياء. مع السلامه. مع السلامه.